هنحط هنا اللحمة اللي عندنا، اللحمة بتاعت العرايس طالما مش موجودة روبخ لازم تبقى فيها دهنة، ما ينفعش ما فيهاش دهنة، يعني ما ينفعش تبقى حمراء قوي يعني إلا لو روبا اللي هتاكلها. روبا ممكن تعملها حمراء عادي، ممكن تعملها زاكيها. يفضل يبقى فيها دهنة أو يعني المظبوط يبقى فيها شوية دهنة. فإحنا هنا عندنا لحمة بالدهن، عندنا الفلفل الأخضر والفلفل الحراق هنحطه هنا، وعندنا البصل مقطع صغير طبعا، عندنا البقدونس وعندنا الطماطم برضو مقطعة صغير وعندنا البهار، يا سلام، ملح وفلفل، ملح وفلفل، تمام. شوية ملح وشوية وشوية فلفل. دايما الفلفل يعني لو مجروش طازه بيبقى احلى، يعني انا بفضل نجرش الفلفل مثلا مره كل شهر. فعلا زاكي، بتفرق كتير في الطعم. او بتقدروا تجيبوا هاي اللي هي اللي بالظبط بتورجرش الفلفل لايف بالظبط واقفه. خلص هاي عرفتيها شو بسموها هاي؟ ما اعرف، هي علبه بهار بس دايركت بتورجشوا. سوري. طيب انا رحت عند المخبز جبت في حاجه مكتوبه، لا جبت الخبز الميني ده موجود في المخبز الكبيره، عامه عندهم المقاس الصغير اللذيذ ده فهنستعمله. خلينا بس نفتحه وبعدين هاخد اللحمه اللي عندنا دي بقى وهنبتدي ايه نخلطها مع بعضها. ممتاز. الخبز بتاعنا انا اخدته وفتحته كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا هذا الخبز كتير بحبه، لذيذ لذيذ، تمام. وهناخده هاخد كده قطعه من اللحمه اللي عندنا بعملها كده على شكل كوره عشان تبقى اسهل بس في الفرد، وهاخد الخبز بتاعنا زي ما هو كده هحط الكوره جوه وهفردها. ما بنعملهاش رفيعه قوي، ما بنعملهاش سميكه قوي، بنعملها متوسطه علشان تستوي معانا وعشان ما تبقاش رفيعه قوي فبالتالي ما يبقاش فيها طعم. حطينا ورقه زبده هنا وهناخد يا اما سمنه سايحه او زيت زيتون او زيت نباتي زي ما تحبوا، وهندهن العرايس بتاعتنا بس كده خفيف من فوق. هذا عشان اللون غادة صح؟ اللون برضو الشوية بيبقى طعمها أحلى من لما بتكون بتنشف. صح، يعني بتنشف لو ما فيش على الوش حاجة. 100%. بس حاجة بسيطة كده خالص، سمنة أو زيت نباتي. بس زيت من فوق زيت. من تحت لا؟ لا بس من فوق، ما عايز تحطي من فوق ومن تحت ممكن يعني، بس أنا بحط من فوق بس فوق. الصراحة أوكي. وهنقفل عليها، ما بتاخدش أكتر من يعني 12 دقيقة 10 دقايق بتبقى جاهزة للأكل. وبعدين دي كمان لطيفة بتقدري تحطيها في الفريزر وبس تعوزيها بتطلعيها على طول وبتحطيها في الشواية. يا سلام. يلا شوفي ازاي ما خدتش وقت خالص. تمام، هناخدها بقى كده. هجيب كمان ورقة زبدة تانية وهنحطها فوق كده وهنقفل عليها. ارفعيها بيبي، ارفعي هيك بعدين نحطها هيك. والله هي شوايتي ولا شوايتك؟ بتاعتي بس جديدة يعني فمش عارف. خلص بس بدنا ننزلها شوي. معرفش ايوه يا سلام. هي كده كانت امبارح. هي هيك الميني عرايس على الشواية. نحن رح نحتاج نص كيلو لحمة مفرومة ناعمة وبصلة مفرومة ناعم، فلفل أخضر مكعبات صغير وحبة فلفل حر، واحد طماطم مكعبات صغيرة، ملح وفلفل، معلقة صغيرة بهار، معلقة صغيرة شطة، معلقة كبيرة بقدونس، معلقتين كبار سمنة، سلطة طحينية للتقديم.